وأعود إلى ضيفي عبر الإنترنت الدكتور أحمد رفيق عوض، مدير مركز القدس للدراسات السياسية، معي من رام الله. دكتور أحمد، صباح الخير وأهلا بحضرتك. أهلا بك. يعني بداية، إسرائيل متعودة على سلسلة أو على نظام الاغتيالات المحدد وتعتمد عليه بشكل كبير منذ فترة طويلة، لكن في هذا الوقت نحن نحاول إيجاد إيقاف للحرب والتهدئة بعد سلسلة الاغتيالات الأخيرة، خاصة بعد اغتيال إسماعيل هنية وقبله القيادي البارز شكر في حزب الله. هل ترى أن هناك مجالا للتهدئة أصلا؟ على الإطلاق هو مجرد اغتيال إسماعيل هنية، عمليا اغتالت فكرة التفاوض، نعم، اغتالت فكرة التهدئة. يعني هذا الاغتيال لشخص أنت تفاوضه، عمليا هذا انهاء لمساله التسويه، نعم، انهاء لمساله التفاوض. على فكره هي يذكر ايضا باغتيال رئيس ياسر عرفات رحمه الله عليه عندما تم اغتياله. انا برايي انه اسرائيل يعني ترسل رسائل قويه وواضحه ولا تحتاج الى ذكي حتى الواحد يفهمها، نعم، عندما تقتل عرفات وتقتل ياسين وتقتل اسماعيل هنيه. عمليا اسرائيل لا تريد ان تدخل في تسويه مع الفلسطينيين، وهي تعرف تماما ان الاغتيال لن يؤدي للنتائج، لن يغير التاريخ، لن يغير المطالب، لن يغير النظام الفلسطيني، ولكن هي دائما تبحث عن انتصارات سريعه وشعبويه وغرائزيه وانتقاميه، ولكنها تعرف انه هذه الاغتيالات لن تؤدي على الاطلاق لن تؤدي لنتائج، ولكنها تقول لنا مش بس انك كفلسطينيين والعرب والكريم، نعم، وحتى الوسطاء، انه هي ضد التفاوض، ضد نعم. فكره التفاوض اصلا. هل هي ترسل رسالة أن يدها الطولة ما زالت موجودة وأنها قادرة على يعني اغتيال أي أحد أو الوقوف في وجه العرب، وخاصة مع زيادة تعقيد المشهد وجرجرة إيران لهذا الوضع؟ فمنذ يومين اغتالت شكر في جنوبي لبنان وهو من القياديين البارزين في حزب الله، وبعدها بيوم أو يومين اغتالت إسماعيل هنية في داخل إيران وفي معقل يعني في معقل إيران في طهران. طيب اذا ايه يعني يدها طويله ورجلها طويله، طب تحل صراعها مع العرب يعني والمسلمين. يعني المساله مش بالقدرات الاستخباراتيه، نعم، كم ستحميها القدرات الاستخباراتيه تحمي اسرائيل الى ابد الابدين؟ يعني هل اليد الطويله طب دعني اسالك هذا السؤال المباشر يا دكتور احمد، يعني هل ترى ان اسرائيل تحاول وضع حل للحرب الان، ام هي مستمره وما زالت مستمره لانهاء القضيه الفلسطينيه وقتل القضيه الفلسطينيه، اما بتهجير الفلسطينيين او بانهاء اصول القضيه؟ فهناك لا يوجد حل اصلا، لان حل العرب هي القضيه الفلسطينيه. هذا هو السؤال بالضبط، هيك هذا هو السؤال. نعم، اسرائيل عمليا ليست توارد تسويه، بطلت اسرائيل في 2024 عمليا بطلت تبقى في وارد تسويه على الاطلاق، هي نعم تريد ان تفرض تسويه امنيه على الفلسطينيين، ومش بس على الفلسطينيين، على الاقليم ايضا، لانها بدها ترغب بالاندماج بدون ثمن، بدها ترغب بالاندماج بالمنطقه بالهيمنه، مش بالنديه والمشاركه على الاطلاق، لا تريد ان تعطي شيئا لا على القضيه الفلسطينيه ولا غير القضيه الفلسطينيه، اصلا هي تهدد العالم العربي كله. لذلك سؤالك جدا، هذا السؤال انه نعم، هل هي توارد تسوي مع الفلسطينيين؟ لا، مش موارد. هو طبعا من بداية الحرب، من يعني بعد 300 يوم، لا يوجد شكل، وهذه الحكومة اليمينية المتطرفة من الواضح أنها لا تريد إنهاء الحرب بل توسع دائرة الحرب. في رأيك هل سنرى رد إيراني على هذا، على سلسلة الاغتيالات التي طالت إيران شخصيا الآن؟ استاذ حسان، قبل ما نروح نحكي على ايران، تمام، انت برضه حطيت جمله مهمه جدا جدا، انه المساله مش مرتبطه بنتنياهو او هذه الحكومه المتطرفه، هناك عقل للكيان يقول انه بعد 7 اكتوبر يجب انه كل الخساره اللي صارت بعد 7 اكتوبر يجب تعويضها. اسرائيل خسرت صورتها في المنطقه، ردعها، مظلوميتها، سرديتها، وظيفتها، وبالتالي هي تريد ان تستعيد كل ذلك، مش الحكومه فقط، مش حكومة إسرائيل تريد تستعيد ذلك. نعم، المؤسسات، المنظومة الأمنية، الدول العميقة، المنظومة الأمنية الصهيونية العالمية نفسها، الصهيونية العالمية نفسها تريد إعادة توظيف جميل. إسرائيل، بس هو السؤال هنا، هل تماماً ستستطيع إسرائيل العودة؟
يعني هذا اللي بتفعله الغرب الاستعماري، نعم بيقدم لاسرائيل كل شيء، بيقدم لها الوقت والتغطيه والذخائر ومحاوله تهدئه العرب بحيث انهم ما يردون، وبالتالي الغرب الاستعماري يعطيها كل ذلك. الان هل ايران تستطيع ان ترد؟ ايران ممكن ترد، طبعا ممكن ترد، واذا ما ردتش كل المحور بيفقد اهميته وبيفقد شرعيته نعم بالتاكيد وبيفقد مشروعيته. ليش موجود هذا المحور؟ لذلك، لكن انا اعتقد انه الرد لن يكون يعني صاعق ومدمر، لا، لانه كل ساحه في هذا المحور عندها حسابات. يعني ايران لن تذهب الى حرب طويله لانه عندها مشروع نووي بدها تحميه. نعم حزب الله ايضا وسيرد، بالتاكيد سيرد، اكيد سيرد، ولكن ايضا عنده حساباته الداخليه، لانه هو ايضا لن يجر لبنان ولن يفجر لبنان الى ما لا يحمد عقباه، لانه حزب الله مش كل الاطراف او المكونات اللبنانيه معاه. حتى حماس، حركه حماس الفلسطينيه المحاصره الان هي ايضا ضعيفه لدرجه انه هي من 300 يوم وهي تحارب، بالتالي بالتاكيد ضعيفه وهي مستمره في حربها، حتى صواريخها لم تطلع حتى الان، لم تطلق حتى الان، وبالتالي سيكون هناك ردود، ولكن هذه الردود بالتاكيد لن تجر المنطقه الى حرب اقليميه هكذا ادعي ربما الامور، لا، لانه الحروب دائما تبدا لا يبداها المعتدلون ولا يبداها المتعقلون، صحيح الحرب تبدا بالغضب نعم بالضبط، وبالتالي لا احد يعرف كيف تضطر تدحرج الامور. يعني دعني أسألك سؤال يعني ربما تكون الإجابة عليه معروفة ولكن نريد أن نسمعها منك. ويعني موقع أكسيوس الإخباري أكد أن القنبلة التي أو الصاروخ الذي استهدف هنية هو صاروخ من النوع ذو الذكاء الاصطناعي. هل ترى أن إسرائيل وصلت إلى هذه المرحلة أم أن الولايات المتحدة أو أي جانب آخر كان وراء هذه أو هذا الاستهداف تحديدا؟ لا، هو هذا التفجير الغامض الذي ذهب ضحيته شهيد اسماعيل هنيه، هذا الغموض واضح انه وراه يعني قوى ضخمه وكبيره ومتقدمه في الجاسوسيه والاستخبارات. يعني لحد الان يعني هناك كثير من الروايات حول كيف تم اغتيال اسماعيل هنيه. نعم. واضح انه اولا الغموض مقصود، اولا الغموض مقصود يبدو، وواضح انه هناك في يعني ذكاء كبير ومتقدم جدا في مسألة الاغتيال، وهذا الأمر يطرح سؤالا كبيرا على إيران. وبالمناسبة المتحدة العام الإيراني فتح تحقيق في هذا الموضوع، لأنه صحيح. واضح أنه هذا يمس الأمن والكرامة والشرف والمهنية والأمنية لإيران. يعني هذا نعم. يعني يلحق بها كثير من الأسئلة المحرجة جدا جدا. طبعا دعني أعود إلى الداخل الإسرائيلي، ومع حالة التنافر ما بين أقطاب الحكومة خاصة نتنياهو ويوف جالانت، ولكن كما قلت في البداية دكتور أحمد أن المزاج العام أو الرؤية العامة للدولة الإسرائيلية وللإسرائيليين بالداخل، ولا يجب أن ننسى ذلك، أن تصفية القضية الفلسطينية وتصفية العناصر الفلسطينية وتصفية القيادات الفلسطينية هي الـ يعني الهدف الأسمى لديهم. فوزير الدفاع يوف جالانت قال إن إسرائيل مستمرة في اغتيال قادة حماس دون هوادة. يعني هل ستؤدي سياسة الاغتيالات هذه إلى نهاية حماس فعلا أم ستزيد من شعبيتها؟ وسياسة الاغتيالات هل ستضع أوزار الحرب أم لا؟ يعني أسئلة كثيرة تدور حول هذا الموضوع، ونخرج ويعني يعني أرجوك جواب على هذا السؤال بداية حتى أدخل على السؤال الأهم وهو في الداخل الإسرائيلي. أولا نتنياهو جالانت بتسابقه مين يسجل أنه هو كسب السبق يعني او المساهمه نعم. الكبيره في هذا الاغتيال. يعني نرى نتنياهو وهو جالس مع اركان حربه، نرى جالنت وهو يشطب الناس اللي خلص عليهم من حركه حماس. نعم. هم بيعرفوا تماما انه من التسعينات لليوم قتلوا من قاده حماس الكثير، قادة عسكريين وسياسيين، ولكن حماس بالذات حماس والجهاد الإسلامي وحتى حزب الله نعم. انتشروا وتوسعوا وتطوروا وتكاملوا وراكموا واشتبكوا، وبالعكس صار عندهم شعبية كبيرة. بالتالي الاغتيال كما قلت لا يغير التاريخ العام، قد يحقق نتائج سريعة، انتصارات وهمية، انتصارات صحافية شعبوية انتقامية، ممكن جدا كل ذلك صحيح، وممكن جدا يغير قيادات يغير اتجاهات، ولكن في التاريخ العام في التيار العام للتاريخ الفلسطيني لم يغير شيئا ولن يغير شيئا. نعم. شوف اي استاذ الحسام، الاغتيال هنا مش على طريقه الافلام، بيقتلوا رئيس العصابه بتنتهي، هي مش عصابه، مش احنا مش عصابه، عصابه، صحيح شعب كامل، صحيح
مش عصاب، احنا شعب هائل مرتبط بشعب باخوته واشقائه العرب والمسلمين، احنا بنعبر عن ثقافه عربيه اسلاميه متجذره لا تنتهي لا تموت، فيش حدا بيقدر ينهي هذا الموضوع على الاطلاق. لهذا السبب اللي هم ما هم ربما لا يريدون، هم لا يستطيعون القضاء على حركه حماس ولا على نضال الشعب الفلسطيني، نعم. ولكن ما يفعلونه هو عمليا مجرد انتقام سريع، وهذا رغبته على فكره، هذا اسلوبهم، نعم الانتقام، الانتقام السريع. الانتقام. نعم صحيح. نعم. طيب دعني أسألك هذا السؤال الأخير أرجوك، وهو هل هذه العمليات تدل على المزاج الحقيقي والرؤية الحقيقية للشعب الإسرائيلي الصهيوني بداخله، رغم وجود خلافات ورغم وجود تظاهرات ضد نتنياهو، لكن في النهاية شعب إسرائيل هل يريد حل سياسي؟ أنا أتحدث عن الحكومة ولا الجهات الأمنية، أنا أتحدث عن الشارع الإسرائيلي، وأنت يعني ربما في رام الله تتلامس معهم ومن مجال حضرتك، يعني هل الشارع الإسرائيلي لديه القدرة على استيعاب دولة فلسطينية بجانبه، أم يريد إنهاء القضية الفلسطينية فعلا؟ للأسف للأسف، يعني كنت أحب أن أقول أنه الجمهور الإسرائيلي مع التسوية، لكن للأسف نحن نتحدث هنا عن جمهور معبأ مجند مشحون، وهو لا يرى الفلسطينيين، لا يعترف بهم، لا يعترف بمعاناتهم. الجمهور الإسرائيلي في معظمه عنده عقيدة قوية جدا دينية تقول له أنك أنت رجعت لبلدك لأرض الميعاد، نعم التوراة، ولذلك نعم ولذلك هو لا يراجع نفسه ولا يعتذر عما يفعل، لأنه هو بيعتبر حاله مبعوث العناية الإلهية. لاحظ صديقي العزيز أستاذ حسام، كل واحد بيعتبر حاله مبعوث العناية الإلهية وبده ينفذ إرادة الرب، دغري نعم. بصير عنيف، دغري بيراجعش حاله، بينتقدش حاله، بيطلعش حاله بالمراية، ذلك هو يعني بصير زي الكمبري اللي بينفجر دائما. صحيح. السبب للأسف للأسف أنا مش هقدر أقول لك إنه الجمهور الإسرائيلي في معظمه مع السلام أو مع التسوية أو حتى يعترف الشعب الفلسطيني، لا للأسف للأسف. دكتور أحمد رفيق عوض، مدير مركز القدس للدراسات السياسية، كنت معي على الهواء مباشرة من رام الله، أشكرك شكرا جزيلا.